السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على قناة ياسين برو تي في. الفيديو ديال اليوم انا هضرو فيه على كيفاش نقدر نهز تصاور مثلا من التليفون بغيت نحطهم في البيسي بلا كابل بالنسبة للاندرويد ولا ليوس الايفون، يعني ما كاينش مشكل. بزاف ديال الناس تيبغي يهز شي حاجة من التليفون ما تيكونش عنده الكابل، يا الاندرويد يا الايفون، يعني نفس المشكل. اليوم جبت لكم واحد السيت غادي يسهل عليك الخدمه بزاف، والطريقه ديال الخدمه ديالو سهله وبسيطه. اول حاجه شنو كنديرو؟ غادي نخدمو بالتليفون والبيسي في نفس الوقت. غندخلو لجوجل في التليفون، غنكتبو سناب درون، غادي ندخلو ليها وغادي نجيو للبيسي وندخلو لجوجل ونكتبو سناب درون. مزيان، دابا ننتظرو ان تم واحد العملية بين التليفون و البيسي باش يطلع لنا التليفون ديالنا. ندخلو نصبخو البيسي الأول، هو الآن كيبحث على الهاتف، ولكن كاين واحد المشكل. شنو هو المشكل؟ هو انه خاص يكون الهاتف والبيسي مرتبطين بنفس الويفي. هذا غلط درتو، شفتو فين كنت خدام بكادجي ما ظهرش الهاتف، ما ظهرش هنا. دابا فين شدرت الويفي ننتظر تحيد هاد العلامه ونجي الويفي غادي يظهر. يعني ضروري 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 يكون الهاتف ويكون البيسي مرتبطين بنفس الويفي. مزيان، دابا لنفرض بغيت نصيفط شي حاجه من التليفون للبيسي، نكليكيو هنا تعطيني الاختيار منين بغيت نجيب الملف، نديرو حنا فيشي وغادي نختار مثلا هاد الصورة. هي جات للموقع، شنو كندير؟ كندير سيف. هاهي تحملات الصورة، هنا شفنا الصورة. يعني بلا كابل، حيت ماشي ديما تيكون عندك الكابل. هاد الطريقة سهلة، نتشادرو التحميل ديال الصورة. هاي الصورة مزيان، غنديرو نفس الطريقة من البيسي، غنديرو العكس من البيسي قبيلة درنا من الهاتف البيسي. دابا غادي نديرو من البيسي الهاتف، واخا غنجيو نكليكيو هنا نختارو مثلا شي صورة، شوفو شي صورة، نختار مثلا هاد الصورة. لاحظتو هاي جات الهاتف، كندير هاي كاين هنا لتحت سيف، تندير سيف
يفتحوا الصورة. ها هي الصورة، يعني طريقة سهلة. موقع هتخدم به بلا كابل، فقط انك خاصك تفتح الموقع في الهاتف ديالك وفي جوجل على البيسي، وشرط ضروري راه شفتو الاخوان فاش كنت خدام 4G في التليفون والواي فاي في البيسي، ما عطاني والو، مابقاش الموقع، مابقاش الهاتف ديالي. ولكن بمجرد ما درت الواي فاي في الهاتف استطاع الموقع انه يكتشف الهاتف ديالي، يعني خاصو يلقاه في نفس الواي فاي، نفس الواي فاي. ما ديرش الغلط اللي كنت درت انا في الاول، تخدم في التليفون تخدم ب4G وفي البيسي انت خدام بالواي فاي، لا ما غاديش يطلع، ما غاديش يلقى الهاتف ديالك. ولكن الا درتي نفس الواي فاي اللي في التليفون هو باش خدام البيسي، راه سهل انه يلقى، يعني راه شفتو ما تعطلش، غير طلع الواي فاي في التليفون في البلاصه قاع. يعني هاد الطريقه كتسهل عليك الخدمه بلاص ما تبقى خدام بالكابل. هاد الصوره كانت سولني على واحد صديق ديال الهاتف، كيفاش كدير الهاتف ديالك هنا في البيسي كما كتشوف، وكنقدر نخدم في البيسي في نفس الوقت ونخدم في الهاتف في نفس الوقت. هذا كاين واحد اللوجيسيال من بعد حتى غادي نشرحه، ولكن ضروري يكون الهاتف مرتبط مع البيسي بالكابل. المهم اخوان، نتمنى ديروا اشتراك، تخليوا واحد جيم وشي كومونتير، وشكرا.